صباح الخير، صباح الشوق، لاباس عليكم؟ بخيرين هانيين، كثير مع الصحيحه. اش اخباركم؟ واش كتعاودوا؟ نتمنى تكونوا بالصحه والعافيه ان شاء الله. انا اليوم شفت هذا الفيديو، خرجت هنا للطابعه نضرب دويره، قلت غنساريكم معايا. يا بس ما خرج ولا تصايمه، ضلت خايمه اليوم. ثاني راني صايمه، الله يتقبل لي ولكم، ولكن قلت نخرج مع شويه صباحيه، واخا ماشي شي صباحيه، الشمس ثانيه الله يرحمنا، والله يعطينا شي شبعه ديال الشتا يا سيدي ربي. وقلت نوركم ونوريكم الطبيعه قداش ولات البصله فين وصلات. هانتوما كيما كتشوفوا، كلشي غتشوفوه معايا. ايوا الله يسهل عليكم اخوتي خواتاتي اللي في المغرب واللي خارج المغرب، ديروا لخاتكم مكافحه في الباديه، ديروا لها جيم، شي كومونتير زوين، عاونوني بالمشاهده وبالابوني الله يسهل عليكم. ديروا مشاركه للفيديو مع العائله، اعطيكم ما تمنيتو ان شاء الله. دابا يخدم اما لي اللي بيا كيما قلت لكم، مال راسي سقوف في الفليحه. اما الناس اللي ما عندهم صراحه فلاحه ديالهم راه ماتت، فلاحه هي راه باغا تبارك الله الماء، وباغا هادشي اللي كاين. حبيت ندور شويه، حبيت ندوركم معايا. هذا ما كاين، انتو تبارك الله هاد البصيله هادي شحال زوينه. ها انتو نقرب لكم الكاميرا تشوفوه. ها انتو صوت البصله هادي زيانه تبارك الله، هادي زيانه تبارك الله. ها ندورو عا شويه نشمو الهواء ونرجعو للمعشوشه. تاهي راه تسنانا فيها الشقا، ما بقى ما درت والو مع صايمه، وما كان فوق كاع السحور. انا ما كنتصحاش للصحات اخوتي، كان مرض ما كيليق ما كيوافقش ليا. صافي عا كنفطر مزيان صافي، وكان غادا على الصيام ديالي هو هادي. ايوا ندوركم دويره ونتسارى انا وياكم، عاد نرجع للدار الشقا. خلوهم نرجع للخيمه، كاين اللي ما يفهمش الخيمه. المهم بحال الدار بحال الخيمه بحال انتوا. هذه راه البصله ها هي، هذا تبارك الله كتكبر، غير ديري لها قوت قوت كيما وريتكم، ديما كنوريكم. ها انتوا شتي يعني قوت قوت كيديروا لها هذوك الخويطات غاديين، وكيقنقطوا عليها الماء. هذا تا هو رمان، كنت وريتو ليكم ديك الخطره، وريت لكم ديك المره كينور. ها هو غادي كنور بيه نشو. هادي كينور تبارك الله، كلشي بدا دابا كينور. خاصنا عشتين ان شاء الله يا سيدي ربي. هذا راه رمان، ها مرمى يمينات. دابا هاد الرمان ملي كيبدا ينور، والزيت اي حاجه كتبدا تنور كتولي كيعطي واحد الريحه زوينه، واحد الريحه كتشميها زعما في الهواء نقي، وداك ريحه الورد كيبدا يخرج من اي شجره كما كانت تكون، كيولي كيعطي واحد الريحه زوينه. او هذا الشيء ما كان اخوتي واخواتاتي، انا بدر ما كنشوف والو، ما عرفت واش كتشوفوا، واش هذا الفيديو غيجي باين ولا والو، واش غيجي مسموع، ما عرفت. غندور نمشي معايا لهين نجيب واحد السبيجلات، نسيت راسي راني صايمه، ولكن دابا غنجيبهم نديهم حتى الفطور، حتى نفطر ناكل. بقيت كاع جديت سبيلات، ديتهم ديك المره نقيتهم. هذا الراجل راه حيت الزرع تبارك الله ساقيه بكري، داك الشيء علاش ما شاء الله. ها هو الزرع، ولكن راه كلاه الفرخ، كلاه كلاه كلاه، معيش ما كاينش. شوفوا الفرخه شنو داير لي. هانت هانت دابا هادو ها هم، شوف كلاهم الفرخ، حتى ما خلاش فيهم، كياكلو تا هو مسكين الفرخ، الفرخ تا هو كياكل حقه.
غنقلع عشي شرب عاولة. وقف وقف ما بقى الزوين، خاصك تقلع ديك الرطية، ديك الرطية هي اللي كتلقى ملي كتاكلها كتجيك رطبة، ديك اللي وقفت كتولي تجيك بحال وقفت هي شرفت مثلا، ديك الواقفة كتولي تجيك شوية بويسلة. وهذاك الرطية اش كيكون باقي فيه الحليب اما بارك عليا، ما انا صايمة دابا داكشي علاش غير هذا. هذا تا هو الزيتون، ها هو هو داووه، عندي واحد زوتين حدا الخيمة وواحد الربعة لح ما داويتو. هذا حريف، ها هو هذا زرع مازوزي، هذا زرع مازوزي. شنو هو المازوزي؟ هي هذا مزروع بكري وهذا يلاه مزروع، وهذا حريف. ها ندور لكم الكاميرا شوية شوية واش داكشي كيبان. هذا الزيتون تا هو ها هو داووه، شوف راه ردو خضر ردو خضر بدو شتو. غندور دغيا راه نمشيو بحال هاكا اش غندير. انتو شوفو بعدا غا الطبيعة راه زوينة الخضورية. ها ايوا الله يرحمنا، الله يرحمنا يا ربي يرحمنا يا ربي. شي شبعة ديال الشتا يا ربي، يا ربي شي شبعة ديال الشتا ان شاء الله. هانتو الزيتون كيبغي الما تبارك الله، هانتو جاي كامل مخلف دابا جاي ها هو كيخرج النوار. نوري عليكم شو ها هما، شو دوك هما هادو هما اللي كيخرجو. هاهي صغيورة هاديك اللي كتخرج كتولي زيتونات. ها من هنا وانا مرة نصور لكم الحاجة تبقاو بحال غاديين وكتشوفوها من كيفاش كتكون في الأول وكيفاش كتكبر. ها نتوما كيما كتشوفوا الطبيعه بعدا، شوفوا غا الطبيعه راه زوينه خضوره يا اختي. توحشنا هاد العام كاينه على البلاصه المسقيه، اللي ما مسقياش شي هاد المنايضر شحال زوين. شوف خضوره يا واعره، داك البغل راه هو في الزهر حق الكروسه كنا عايشه راه هي فين واقفه هي. ماشي براد ديالها شاي، ولكن راه عرفتي راه الشمس قاصحه قاصحة 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 الشمس. معانا صايمة غدا غيجيني العطش، خصني نمشي يلا نشقى محد الصبيحية. نتو الزيتون هاهو يلا نشقى محد الصبيحية. نتو هادي تاهي رماني هاي، شتو تاهي كتنور هاي. هانتو هالرمانة شتوها زوينة تاهي تبارك الله. إوا طولتكم شوية خوتي خواتاتي، ما تنساوش خاصكم في البادية مكافحة في البادية، ديروا لها شي كومنتار زوين، تفرجوا في الفيديو الله يسهل عليكم إن شاء الله يا ربي يوفقكم في حياتكم. اللي مريض الله يشافيه، واللي مهاجر الله يسهل عليه ان شاء الله، واللي ما خدامش الله يجيب ليه شي خديمه، وكاع اللي باغي شي حاجه يا ربي تحقق لي في حياته. وتانا الله يسهل عليا ويكمل عليا بالخير ان شاء الله. يا ربي عاوني، يا ربي تعاوني، يا ربي تعاون كاع المغاربه وكاع الناس اللي في برا واللي في المغرب، تسهل عليهم ان شاء الله يا ربي. ايوا انا دورتكم معايا هاد الدويره، شوفوا غير الطبيعه وغير الخضوره ديال الشمس. شوف الله غادي تقلبني. يا الله يسهل عليكم اخوتي، بارطاجيو الفيديو مع العائله الله يسهل عليكم ان شاء الله. شوف البقرات سارحين، هذا كان قمح زرعوه مالي زعما راه غينوض على الشتاء. نتوما كيما كتشوفوا زعما زرعوه على الشتا زعما راه غينوض غادي يكبر. ايوا ملي ما جاتش الشتا وهما مساكن ما عندهمش البير، ها هما ليا هو مات خرجي لي البهيمة كبير. ايوا مالي خويا انا بغيرات سرحات مساكن
قرد العام غير كيتقوت، شفت بنادم راه كيتقوت شي البشار كاع والله حتى والله كيتقوت، يعني مشدك العيشه مع العام كيجي يعني تتصب، اللي باغي يبيع عجلي يبيعها غالي، اللي باغي يبيع يعني عجلي يبيعها غالي، اما دابا راه ما كاين ما بيع ما كاين ما يشري، الحمد لله والشكر لله على كل حال. انتو قلتي قرايمي ها هي شتو هي بدات هي بدات كتحطت تحط فنينه. ايوا انا دابا رجعت بحالاتي، ثم هاد الزريع راه حدانا تا هو مسكين هذا كيتسقى تا هو معزوزي مولا غارسو شويه ما غارسوش بكري، راه الطويره رجع بحالاتي شحال بقى شابعاني شحال من حاجه خصني نشقاها. هادي راه كريمتي هاهي غنوريها ليكم تبارك الله، شو واش عمرني وريتها لكم ولا لا والله ما عقلت. ها هي كريمه ديالي شوها حدا الجامع، ها هي كريمتي شتوها هي تا هي بدات كت سميتو تخرج هذيك. من غيخرج الباكور شتوها عرفتو هاد الكريمة، هاد الكريمة عرفتو واش كيبان، عرفتو هاد الكريمة هادي، هاد الكريمة راه شحال وانا مضاربة معاها شحال وانا كنغرس الكرمة وكتعور تحيد لي، بغيت ندير شي حاجة زعما شي صدقة جارية كيقولك الكرمة والبير، المهم شي حاجة اللي هي مثلا كتبقى ترحم عليك وشحال 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 صافي، وانا ونغرس هاد الحاجه غير صوتت على الشطه ودرت لها شحال من حاجه غير باش تدير غير باش باش تشد، ولكن حتى ما كيخرج ليها من هنايا من الجامع داكشي علاش تبارك الله شدت وغادك تعلى، كنت باغا نمقصها باش ما تبقاش تعلى ليا بزاف. ها هو المهم اخوتي السلام عليكم اخوتي، والله يسهل عليكم ويعاونكم ان شاء الله سيدي ربي. ديروا جيم بارطاجيو الفيديو مع العائله الاصحاب وعاونوني بالابوني والمشاهده الله يسهل عليكم، والله يعطيكم ما بغيتو في خاطركم ان شاء الله يا سيدي ربي ويسهل عليكم وعلى وليداتكم. نخليكم والله يعاونكم وبالسلام عليكم ان شاء الله فراسكم، وكنبغيكم بزاف الله يحفظكم ويضمنكم نتوما وعائلاتكم ووليداتكم والعائله والاحباب والاصحاب وكل شيء ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم والله يعاونكم، ما تنساوش خاصكم في الباديه.